كاين عبد الله بقدير منير بعوق يحيى رشيد عبد الله خلاني عزيز نور عبد الله باروشي السلام عليكم. معكم عبد الهادي مراوي، رئيس الفيدرالية الوطنية لقاعة الرياضة والمدربين، ورئيس الجمعية الوطنية للقوة البدنية والكروس كلينية. مسابقة اليوم في رمضان، يعني 16 أبريل 2022، عبارة عن مسابقة محلية دفع صدر بجمعية الفتح للرياضات بمدينة الرحمة، وهي فيزياء. هذه المسابقة هي تحفيزية للبطولات القادمة إن شاء الله، وحنا مقبلين على بطولة كأس العرش بمدينة فاس، ومقبلين إن شاء الله على الجائزة الكبرى اللي غادي تكون في شهر 9 بمدينة الدار البيضاء، فيها جوائز عبارة عن مواد غذائية وجوائز مالية إن شاء الله. وكذلك في شهر 12 ان شاء الله غادي نكونوا مقبلين على نحاولوا ننظموا البطوله العربيه. مسابقه اليوم هي كما قلت من قبل تحفيز لهذا الشباب، ومنهم كناخذوا الابطال اللي هما المتميزين، وكنحاولوا حنايا نقدموا لهم بعض الخدمات وبعض التعليمات حول هذه الرياضه ديالنا، باش يكونوا وطنيين ان شاء الله في المسار القادم ان شاء الله. وشكرا. شوف.